السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحة تانية وعيد تاني، عيدكم مبارك، عيد الأضحى من اليابان. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله عساكم من عوادة، وإن شاء الله على عرفات نشوفوكم المرة الجاية. إن شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم الفرحة، وكل سنة وانتم طيبين. خلوكم شوية مع الأجواء العيد حوالينا. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الرحمن الله ينور عليك. لازم نعمل وحده عربيه، وبعد الماكله حلويات لازم منها ما شاء الله. ما قصروش في الاختيارات الحلويات، كله جاهز طبعا. حبينا يكون في صنع منزلي المرة هذه، لكن ما في إن شاء الله غير، لكن حتى اللي موجود حاجة مليحة. الحلويات هو نلعب بلا بخير، انت بصحة وسلامة، طيبين اهو والله باكل اهو. تو جاي دوري ناخذ الكيكة، ما عادش فيها البزع ما شاء الله. اوكي شنو هي هذه؟ تشيز كيك. تشيز كيك قطعة لو تكرمت. تسلم تسلم تسلم. قرمشة مليحة يعني. ايه محروق. استراحة العوال هذه يقولوا له. سنة وانتم طيبين. انتم مبارك. اهلا وسهلا. طيبين. عادي فايزين. من طوكيو. حاجة من حاجات النشاطات اليوم ان نوزعوا في الهدايا على الاطفال باش نحسسوهم بجو العيد، باش ما ينسوش يعني، حسوا من العيد فرحة، لذلك نوزعوا عليهم الهدايا. ما شاء الله انا ما جبتش من عندي، لكن ما شاء الله الناس يعني تكفلوا بجيبان الهدايا باش يعطوا للاطفال. جنبان جنبان شنو هي هذه؟ سبايدا. شنو اسمها بالياباني؟ كما يلا قول له شكرا. يتشرط. توا بعد ما كملنا الاحتفال الصغير بالعيد جينا لنيويورك، لان تمثال الحريه وراي. لا 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 مش نيويورك، هذه منطقه اسمها اوديبه، منطقه مستصلحه مردومه، بحر مردوم، وبنوا عليها عده منشات، عده مولات، وعده معالم سياحيه. اوديبه كانت منطقه خط دفاع اول، كان في مدافع، في حوالي 6 مدافع خط دفاع ساحلي اول، لكن بعد ما انتهت زمن الحروب في اليابان دراها منطقة سياحية، فأصبح فيها مولات هلبة، أصبح فيها أماكن استقطاب سياحي، داروا فيها شاطئ صناعي، وداروا فيها حتى تمثال الحرية، طبعا نسخة عن تمثال الحرية مش تمثال الحرية. حاجة من الحاجات المعالم الرئيسية هو جسر رينبو بريدج، هذا الجسر اللي وراي هذا اسمه جسر رينبو بريدج أو جسر قوس قزح. فليعم الحب والسلام جميع أرجاء العالم.
ما حدا عمله. كتير مبسوط أنا كتير كتير الحمد لله. قصاب وهكي تم اليوم، احتفلنا بالعيد، رفعنا الصغار، مشيناهم، لعبوا وجبناهم للشط الجميل أهواء. وكان عجبكم الفيديو ديروا لشير وديروا سبسكرايب للقناة، ادعموها. إلى أن نراكم في فيديو تاني، خلكم ديما رايقين. السلام عليكم.